اللي مسارب من أمس في سبب المشتقات النفطية، والسبب الأول دول العدوان. دول العدوان حاصرونا بر وجو وبحر، ولم يرحموا لا مواطن ولا مستشفيات ولا أي حاجة. معتنا وفي واقع الأمر إن أمريكا على هذا التحالف لرفع عدوانه ورفع حصاره عن بلادنا وارتقائها إلى مستوى المذل التي تنهج بها، سيما وأقبح مشاهد الإرهاق النفسي والبدني على مر التاريخ. نحن الآن الوضع أصبح كارثي، كون العام 2020 الكميات المفرج عنها 45%، لكن يناير حاليا لم يفرج عن أي لتر واحد خلال 2021. لا يزال لدينا حاليا 12 سفينة محتجزة أمام جيزان، بلغت غرامات التأخير على تلك السفن المحتجزة حاليا تصل إلى 25 مليون دولار. السفن المحتجزة أولاها السفينة بندج فكتوري 10 أشهر، تليها السفينة ماجنون محتجزة 290 يوما أكثر من 9 أشهر. غرامات التأخير تجاوزت كلفة المواد المحملة، قيمة المواد المحملة على تلك السفن.